تخلخل الأسنان السفلى وسقوطها ولونها أزرق عزباء. هذا يعتمد على علاقاتك يا بنتي. هي تخلخل الأسنان علاقات ضعيفة، يظهر ضعفها عند الحاجة، يعني الناس حواليك يوم ما تحتاجيهم أنت أو تمر في موقف صعب راح تنكشف أقنعتهم أنهم ناس غير حقيقيين، هذا تخلخل الأسنان. أما إذا كان عندك شخص مريض في العمر، كبير في السن كثير ومريض يعني حالته صعبة، هذا يفضل إخراج الصدقة عنه ومحاولة مراجعة الطبيب بأسرع وقت ممكن. والعلم عند الله.